الطريق هذه كانت تحشم تناخذ منها. احنا درنا هالطريق هي وراها مزيانه الحمد لله ونفعتنا. هالطريق كانت ما صالحاش للطوموبيلات، لا يعني كان الطريق كانت ما صالحاش يعني تدوز بالطوموبيل، كان الا كانت الشتاء وحلا، الا كان الماء وحلا يعني. محمد من ساكنات المنطقة، أولا شكرا نظور سيتي على التغطية ديالو لجميع المشاريع ولا ما يهم المنطقة ديالنا. في البداية نوجه واحد الشكر لجميع المسؤولين على هذا المشروع اللي هو مشروع بصراحة الله كيعود بالنفع على الساكنة، سواء جمعية حداشات أو جماعة طنطرسة أو السيد العامل وعلى رأسهم السيد رئيس الجهة اللي ما كيبخلش على الساكنة ديال جهة الشرق ولا على المنطقة ككل بجميع متطلبات ديال الساكنة. كما كيعرف الجميع هذا الطريق كانت مقطوعة صراحة الله، كانت الساكنة كتعاني التكلفة ديال هذا الطريق هذه 276 مليون تقريبا 3 مليون درهم، المساحة ديالها 3 كيلومتر و200. هالطريق هذه صراحة الله ماشي حنا كساكنة ديال منطقة بوفرقوش اللي كنستافدوا منها أو جماعة مطرسة، بل جماعة مهاجر، جماعة بنطيب، جماعة تفرسيت، جماعة ميدر، يعني تقريبا الإقليم ككل يقدر يدوز من هنا كيستعملها واحد العدد كبير ديال الساكنة، لأن هالطريق قبل ما يتم الإصلاح ديالها تقدرش تدوزها، خصك تدوز لها غير على الدابة إلى كان ممكن عاد. أما الحمد لله دابا الساكنة جد مسرورة وفرحانة لهذا المشروع، لهذا الطريق هذه اللي هي فكت واحد العزلة على المنطقة ديال الإقليم صراحة الله، ماشي على المنطقة ديال بوفرقوش ولا جماعة مطرسة. من هذا المنبر مرة أخرى نوجه الشكر للسيد رئيس الجهة على المجهودات ديالو والجبارة اللي كيقوم فك العزلة على منطقة العالم القراوي، وشكرا. بسم الله، السلام عليكم. احنا درنا هاد الطريق هي وراها مزيانه الحمد لله ونفعتنا وكتنفع كاع هاد الناس اللي هنا، جيراننا الدواور، ولاد ملوك، حدوشات، الغرابه، ولاد موسى. وهاد الطريق راك شفت النهار الاول ما كانش هكذا، ودابا الحمد لله بنادم هادي راها كرامه كبيره. المهم عند الناس اللي وقفوا واللي خدموا واللي عاونوا كل شيء مزيان الحمد لله، ونطلب رب العالمين كامل ان شاء الله اهل الناس نتاع القرو نتاع اللي على برا تاع الباديه حتى هما ان شاء الله باش يديروا شي حاجه تكون مزيانه احسن من هذه ان شاء الله. وحنا كنشكروا الناس اللي وقفوا معنا في هذا الطريق، وكنشكروا الناس نتاع الجهه اللي عاونونا ودخلوا وعدلوا هذا الشيء، كنشكرهم بزاف ان شاء الله. ونطلبوا رب العالمين يعاونوا في جهه اخرين يعدلوا لهم الطرقان باش الناس يكون الناس نتاع الباديه باش يخدموا ويلقاو الطريق مزيانه ويديروا هذاك الشيء نتاع السجار وتاع فهمت، ولكن ما كانش الطريق باش غادي يدخل كي غادي يجي باش يدير الماء باش يدير الضوء باش يدير، خصو لابد الطريق هي الاولى، هي لان الطريق الا ما عندكش الطريق حتى شي واحد ما يقدر يوصل. بالنسبه للجاليه المهم حتى هما راهم عاونوا راهم مزيانين، ونطلب رب العالمين يصلحهم ويصلح الجميع بجاه النبي الشافع. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لا يسعني الا نشكر موقع نادور سيتي على التغطيه الممتازه تنويرا للراي العام. الشكر مماثل لكل الفاعلين الجمعويين في المنطقه وعلى راسهم السيد محمد العسل والسيد الحسن مجعيط العضو في جامعه مطلسة والعضو في المجلس الاقليمي والفاعل الجمعوي الكبير والغيور على منطقته. الشكر مماثل لاي مسؤول ساهم على انجاز واخراج هذا المشروع الى الوجود. كل ما تمناه من اي مسؤول والمسؤولين المحليين وكذا الجهويين وعلى راسهم مجلس الجهه ان يمد يده الى مجلس جامعه مطلسه من اجل فك العزله على دواويرها بما تعانيه من مشاكل في البنيه التحتيه والمسالك والطرقات، وعلى راسهم دوار ولاد علي بن حمو ولاد سالم، ونتمنى التوفيق للجميع وقريبا ان شاء الله. قلت لك الطريق هذه كانت تحشم تناخذ منها، كنا العام في محد يعني محفره فيها الحفر، السياره كنت تغسلها كي هذا النهار غدا كتولي كي كانت، والحمد لله دابا تبدل الوقت، ما بقيناش بحال واحد الوقت اخر،
دابا الطريق زينه، لا حفر لا والو، كل شيء زين. ونطلبوا الله، الله ينصر سيدنا. واش ما غادي نقول لك انا؟ التلات زينه والله، الا التلات زينه. الطريق موجوده في الباب، انا عندي القدرو في تنبذات. عندنا شويه شي حاجه عيانه من بن طيب لتافرسيت، الطريق شينه ما صالحاش. بالحق عندنا من الطريق ديال بن طيب لهنا البوفرقوش مزيانه بزاف. واش غادي نقول لكم؟ الحاله زينه، التلات زينه. لو كان ما كان ماشي قلت لك، وماشي غير تكرفسنا، كانوا الحفور هنا، كان يبرك هنا واحد الحاجه اسمو غادي نقول، كان الحفور بزاف. دابا لا، دابا تعدلت. في الشتاء غير اسكت، في الشتاء كانت اسمو غادي نقول لك، الحفور الغيس كان ديما الحاله ما تعجبكش. دابا ما تعجبكش، دابا لا زين، دابا كل شيء زين، كل شيء معدل، كل شيء منشط. القدره في الباب، تمشي بالليل تمشي بالنهار، ما شنقول لك، والدنيا هي هذه. والله نطلبوا الله، الله ينصر محمد السادس الله يطول في عمره، ونطلبوا غير الخير. تنشكرك على الاستضافه. بالنسبه لهذا الطريق، هذه هي صالحه لنا احنا جميع الدواوير منطقه العبابده، يعني اللي هي اللي جايه من بوفرقوش تتلتمي لولاد ملوك، حدوشات، حداشات، ولاد موسى، الغرابه. هاد الطريق كانت ما صالحاش لا الطوموبيلات، لا يعني كان الطريق كانت ما صالحاش يعني تدوز بالطوموبيل. كان الا كانت الشتاء وحلا، الا كان الماء وحلا، يعني كانت محفره وكانت ما خداماش يعني كاع. ما واخا تدوز طوموبيل تدوز بواحد الصعوبات، يعني تدوز بواحد الصعوبات صعيبه. والناس يعني الناس دابا فرحوا لها الطريق، وهاد الطريق مزيانه الحمد لله. دابا اللهم لك الحمد، الساكنه كاع فرحت لها وفك العزله. هاد الطريق زعما راه واحد الشيء كبير، والحمد لله احنا استفدنا منها بزاف عاد، وتنتمنى وان شاء الله من الاستضافه. ودابا هذا راه كوش الاول عاد، وغادي كوش الثاني، وغادي تكون عاد الزفت، وغادي يكون كوش الثالث ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتنشكروا الناس اللي وقفوا عليها واللي داروا المجهود، والحمد لله. دابا الناس كاع، الناس المنطقه هذه هي دابا تتخدم، يعني تتخدم من بن طيب. تيجيو الناس من بن طيب يدوزوا منها، تيجيو من عياده، مطوارده، مزيرن، يعني الحمد لله الطريق صالحه ومزيانه. اللهم لك الحمد. وتنشكروا الناس اللي وقفوا عليها، وتنشكروا السيد الحاج الحسن، وتنشكروا الجهه، وتنشكروا السيد بيوي، تنشكروه بزاف وكثيرا. والسلام عليكم.